قدم لكم هذا البرنامج برعاية جازي. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كومدوغ. جدعة يعني امرأة ونص مقصلة. ايه طيب امسك هدول. انا اصلا بالاول ما كان بدي اياهم. انا ماشي. بدك شي؟ امتى جاي المساء؟ ما بعرف والله اذا بدي اجي ولا لا. سلام. صباح الخير أبو منير. صباح الخير. كيفك؟ مين؟ أنا ورد. ورد؟ ورد؟ منين عم تحكي؟ عم حاكيك من الريسبشن بنفس الأوتيل اللي أنت نازل فيه. وش قصدك بباقي الشغل؟ كل شيء بنشتغله. أنت أوت. أنا أوت صوفي. حكي مو من عندي. حكي جاي من فوق. طلع الأوردر واليوم لازم. شغلنا كله بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنت ما لك علاقة فيه. بس لك الشركة. وشكون رح يكون في بلاستي؟ من شو بالله خايفة علي؟ من شو؟ من حالك. معناتها اسمعيني لقلك هالكلمتين. أنا وياكي علاقتنا انتهت لما كنا بمطار هيثرو ودعنا بعض وسلمنا على بعض وكل مين راح بحال سبيله. العلاقة بيناتنا انتهت. ورجعنا. أنا اليوم هنا بالجزائر. أنا ما بنفع للعلاقة. حتى رجل في الدنيا ما ينفع بعلاقة. ما عندكش قلب، ما عندكش مشاعر. لا أنت جوزي وهذا أبي. لك لا أنت جوزي ولا هو أبي. شو بدكم مني؟ تركوني بحالي؟ بعدوا عني. نتركك نبعد عنك ليش؟ مشان تشوفيه لرواد ما؟ طبعا مشان تشوفه لرواد. ايه مشان تنتقمي منه وتخنقيه بايديكي ما؟ تعلقي له المشنقه. ايتها المنتقمه الشرسه. شو لا شيء يا ورد؟ وصحك راح ارهربك. اسمع دركا نخرجك نحطك في كش بلاصه دي تاكسي دير ستوب دب راسك بصح بشرط. يسقسيك اي واحد قل له باللي درت اكسيدون في بومرداس. حتى واحد ما يعرف بهاد الحكايه. فهمت؟ ماك حتى مشكل. قول واش حبيت. علاش ليه ما دخلتيش علاقه خاصه؟ انت تاني كاكي مسؤوله على خساره المشاريع. مش انت اللي لغيتي السفر رواد ودخلتي علاقه خاصه؟ ها علاش غير انا نخرج من المشاريع؟ ما على باليش. هيك اجت الاوامر من مسيو جو. وكيفاش جاو الاوردر من مستر جو بالنسبه لك انت؟ اني سافر. بس طبعا انا ما رح اسافر. بتشبهي وحدة عنا بالشام اسمها بيسة. بتحكي سوري؟ لك شو عم تعملي هون بالجزائر؟ بيسة. تليني نفسي الشيء اللي طارق مشوار من الشام لهون كرمال بنفسي. مسيو جو تعرف انه انا حياتي كلها هون، اسست لها هون، ما في شيء تاني برات هون، انت لازم تلاقي لي حل تاني. شوفي يا صوفي، انا مو شغلتي لاقي لك حلول. الحل قلت لك اياه.
نحن بشغلنا ما في مجال أبداً للعواطف والمشاعر والأحاسيس. يا أما بتسافري يا أما. هي عندك الضروح كلش عندي كلش حب أدي لك أنا بابا توحشتينيش.